الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية حل المشكلات ودرس آداب الزيارة. حل المشكلات 5 نقاط: أول شيء الشعور، ثم تحديد المشكلة، ثم أسباب حلول المشكلة، وتطبيق على مشكلات مشابهة. الآن متى شعرنا بأن هناك مشكلة يا سعيد؟ هو يتحدث. لما ما تتكلم يا ابني، ارفع صوتك. عندما عندما ايه؟ وفاء غابت. عندما غابت وفاء يا سعيد، هذا شعرت المعلمة بأن هناك مشكلة. طيب يا ماجد، ما سبب المشكلة؟ وفاء مريضة. يا سلام، معلمة سألت علمت أن وفاء مريضة. طيب ما الاقتراحات التي وضعتها المعلمة؟ النظورة ووضعت عدة حلول. الحل الأول ونلتزم بآداب الزيارة، منها نقرأ الباب بإيه؟ بهدوء. وأيضا قالت أيضا ماذا؟ ندعو لها بالشفاء. يا سلام، قالت ندعو لها بالشفاء. وماذا أيضا؟ وماذا قالت المعلمة؟ قالت أن نترك الباب بهدوء، لا نطيل البقاء هناك. إذن شعور بالمشكلة عندما غابت وفاء، حددنا المشكلة أنها مريضة، اقتراح لحل المشكلة نزورها وندعو لها ونلتزم بآداب الزيارة. طيب عندما ندعو لها بالشفاء. طيب يا عبد العزيز، عندما يغيب زميل لك وتعلم أنه مريض، هل ستطبق نفس ما طبقته المعلمة؟ هل ستزوره أم لا يا عبد الملك؟ نزوره كما فعلت المعلمة مع وفاء. إذا نكون قد طبقنا ما تعلمناه في هذا الدرس. الآن سأسأل ياسين، أشعر أنه نائم، متى شعرت المعلمة بأن هناك مشكلة؟ وفاء مريضة. يبقى أنت ما أنت نائم، ولكن يبدو أن مزاجك ليس معدولا هذا اليوم. يا مشعل، المعلمة حددت المشكلة عندما غابت وفاء، كيف عرفت المعلمة؟ لأن وفاء مريضة. كيف عرفت أنها مريضة؟ سألت عنها فعلمت أنها. هل يا فراس، المعلمة عندما علمت أن وفاء مريضة سكتت؟ ماذا فعلت؟ قالت سنزورها. هنا حل للمشكلة، سنزورها إن شاء الله في هذا المساء. يا سلام، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.